parayı 4 tane aket verdim bu yaşta. Hayran mı olasın sana? Çok. Nasılsın, iyi misin? Berber. Hanım değil mi? Ahmet'im. Elini öpeceğim de dedim sana. Hadi. Sağ ol, iyi bayram. Sağ ol, iyi bayram. بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أرحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. آمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. Yalnız sana ibadet ediyor, yalnız senden yardım diliyoruz. Kulluğumuzu, ibadetlerimizi, hayır ve sanatlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin ve Erhamer Rahimin, şu bayram sabahında okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan ecir ve mükafatı evvelen bir zat, hace-i kainat, alemler rahmet olarak gönderdiğin sevgililer sevgilisi Habibi Edibimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, mutahhar ruh şerifleri vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yine hasıl olan ecir ve mükafatı bu
kabristanlıkta ve etraf kabristanlıklarda yatmakta olan ehli İslam'ın da ruhlarını haberdar eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Erhamer Rahimin. Sana sonsuz sayılarca hamd ediyoruz, hamdımızı kabul eyle ya Rabbi. Şu Kurban Bayramı sabahında yapmış olduğumuz duayı Arafat'ta, Kabe'de, Beytullah'ta, Müzdelife'de yapılıp da kabul olunan dualar zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Kurban Bayramımızı en güzel şekilde geçirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kazasız belasız bir bayram geçirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Sevdiklerimizle, çoluk çocuğumuzla, hısım akrabamızla birlik beraberlik içinde, kardeşlik içinde bir bayram geçirmeyi, akabinde de çalışma yerlerimize dönebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, aziz vatanımız, memleketimiz, evlatlarımız sana emanet. Ya Rabbi, vatanımızın, memleketimiz sen her türlü kazadan, beladan, musibetlerden, yangınlardan, zelzellerden, torun belasından koru ve muhafaza eyle. Müslüman Türk milletini birlikten, beraberlikten ayırma Allah'ım. Vatanımızı bölmek isteyenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, minarelerimizden ezanı, şanlı gönderimizden bayrağı dindirtme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, evlatlarımız sana emanet Allah'ım. Onları her türlü kötülükten, şeytan ve şeytanlaşmış insanların şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Tahsil hayatlarında kolaylıklar ihsan eyle. Dinlerini yaşamayı, senin rızana uygun bir hayat sürmeyi, Peygamber ahlakıyla ahlaklanabilmeyi kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin, bu dünyadaki görevimiz bittiğinde kamil bir iman ile buyurun: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh diyerek çene kapamayı cümlemize ve cümle ümmeti Muhammeden nasip ve mevser eyle. Rabbi cealli mukime salat ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Rabbena affirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yakum el hisab bi rahmetike ya erhamer rahimin. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. As-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kurban bayramınız mübarek olsun. Rabbim kazasız belasız bir bayram geçirmeyi cümlemize nasip eylesin.